ضاقت علي السبل والنفس ندمانة، يا رب اغفر لعبد زاد تقصيره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الذي نستعرض فيه هذه القيم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بها. إن من أهم القيم التي حرص الشارع جل وعلا ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يبثها في نفوس الناس وأن يغرسها فيهم هي قيمة الإخاء، فقال الله جل وعلا: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة وهاجر قبله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، كانت الحادثة الشهيرة التي لم تزل تدرس ولا تزال إلى الأطفال قبل الكبار، أن أول الأشياء التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة هو الإخوة أو الإخاء أو التآخي بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، بين المهاجرين وبين الأنصار، وكانت نفوس الأنصار رضي الله تعالى عنهم رحبة بذلك، متقبلة لمفهوم الأخوة، عاملة به، حتى أن الله جل وعلا امتدحهم في سورة الحشر بعد أن ذكر المهاجرين وفضلهم وهجرتهم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وآخر صلى الله عليه وسلم بين السعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف، فجاء سعد بن الربيع وكان ذا مال عظيم وله من الخير الكثير، فجاء إلى عبد الرحمن بن عوف فقال: يا عبد الرحمن، خذ نصف مالي وأزوجك فلانة. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وكانت نفوس الأنصار رضي الله تعالى عنهم رحبة بذلك، متقبلة لمفهوم الأخوة، عاملة به، حتى أن الله جل وعلا امتدحهم في سورة الحشر بعد أن ذكر المهاجرين وفضلهم وهجرتهم، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، إن مما يبث في النفس الحماسة على هذه الأخوة والتآخي أن للأخوة فضلين عظيمين، فضل في الدنيا وفضل في الآخرة. أهم فضل في الدنيا أن الله جل وعلا يحب المتحابين فيه ويحب المتآخين فيه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل قد خرج لزيارة أخ له فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله فقال: ما أخرجك؟ قال: خرجت لأزور أخا لي في قرية كذا. قال: أولك عليه نعمة تربها، أي ترجوها؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. ولا يكون الحب أيها الإخوة إلا بالتآخي. قال: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم عليها النبيون والشهداء. للتآخي فضل عظيم، وكما أن له فضلا فإن للمتآخين أو على المتآخين حقوقا. من أهم الحقوق التي تجب على المتآخين أمران اثنان: الأمر الأول النصيحة، فتنصح له وتبين له أخطاءه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم مرآة أخيه، وتجنب أن تنصحه أمام الناس. الأمر الثاني أن تنصره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظالما
أو مظلوما، وأما أن تنصره مظلوما فتأخذ له حقه إن استطعت، وأما الأمر الثاني فكيف أن تنصره ظالما؟ هو أن تشد على يديه فلا يظلم أحدا، أن تشد على يديه فلا يظلم أحدا. الأخوة الإسلامية مفهوم يجب دونه جميع الأخوات، بل ويضرب أحيانا في أخوة الرحم. وخذ مثلا لما كانت غزوة بدر، فكان في من أسر أخ لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه، فلما أسر جاء لمن أسره فقال شد عليه وثاقه، شد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال. فقام أخوه فقال أنا أخوك، أنا أخوك. قال بل هو أخي دونك. فأخوة الإسلام والدين تجب ما قبلها وما بعدها من الأخوات إلا إذا قامت على هذا الأصل. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحشرنا في زمرة المتحابين فيه، وأن يؤاخي بين قلوبنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضاقت علي السبل والنفس ندمانة، يا رب اغفر لعبد زاد تقصير.